كنسكنوا في دوار حكوش، وليداتنا بعاد على المدرسه، حنا مضرين بزاف. الدراري كيمشيو كيرجعوا النص بالنص، تقريبا النص كيضيع عليهم، كيمشيو لهم النقط بزاف. حنا دابا نتوما تشوفوا الحاله، حنا بعاد على المدرسه بزاف. المدرسه اي مدرسه حنا بعادين عليها، الا ما ركبوش ما تيشدوش الوقت. هو المشكل اللي عندنا، حنا بغينا يتعاونوا معانا يديروا لنا ترونسبور هنا لوليداتنا المدرسه. كاين اللي عنده جوج ثلاثه، كاين اللي عنده حتى اربعه وما كيشدوش الوقت، كيدوعوا لهم النقط. حتى كتشوف المدرسه شحال بعيده عليها. معاهم كتصيفطوا وليداتكم؟ وليداتنا كنصيفطهم في الله، كيمشيو على رجليهم. كان شي حد مؤمن راه كيوقف عليهم كيهزهم، ما كانش كيقدر يمشيو على رجليهم. النهار كيشد الوقت، النهار ما كيشدش الوقت، كل نهار وكيفاش. هانتوما كتشوفوا الحال بعيد عنا بزاف، المدرسه بعيد عنا، شحال ديال الطرقان كيضربوا في الشتا. خرجوا في العشيه كتكون بعدا مرات كتكون الظلمه، كنتعرق كنضطروا نتعرقوا لهم حنا على رجلينا، نجيبوهم ونجيو، شدوهم من يديهم ونجيو. الصباح بكري فاني كيمشيو بكري، كتصبح الضبابه، الدري ما كيبانش لك كاع، تقدر تخبط الطوموبيل ما يبانش لك كاع، كيتم غادي مسكين في الضبابه، خاصك ديه وتجيب وتعرض ليه تجيب. كنا كنعانيو، كاين اللي قاطع السكه، راهم قاطعين السكه، خاصك دوز قنطره جوج قنطرات عاد باش توصل ليهم. هكاك وكيجيو مساكن وكيمشيو حتى للمدرسه كل نهار. هكا كاينين، كاينين حاليا، كاينين حاليا في هاد الدوار نص بالنص، نص كمل ونص عيط. نقاطعو نقاطعو، الخوف كاين، الخوف هنايا وما كاينش ترونسبور. كاين اللي عندو ولدو يلاه عندو 5 سنين داخل المدرسه، صافي شدو قرا الاول، العام الاول، العام الثاني، شدو على وديت هاد المضرره ديال الشانطي ديال ترونسبور. الشارع ديال سي الطيبه حنايا محرومين من نقل وليداتنا. حنا دابا تنطالبو حتى بشي حاجه، تنطالبو النقل هاد الوليدات، حيت هاد الوليدات تيخرجو تيخرجو في الوقت وتيلحقو مع الطلاب. فتنطالبو بالنقل هاد الوليدات باش هاد الوليدات يلحقو في الوقت، تيمشيو تيرجعوهم، تيمشيو معطلين ترجعوهم من المدرسه على حسب الوقت باش يجيبوا والديهم. والديهم تما مساكن بواد ديالهم راهم خدامين، ما تيجلسوا شي، باش غادي يمشيو تما ياوي يهضروا على ولادهم راه ما تيجلسوا شي. تنصيفطوا مع اي واحد ما تنعرفوه شي، يمشيو يا ما يمشيوش، يمشيو يا يرجعوا ما يرجعوش. في الله صيفطوا وليداتنا، في الله وليدات باقي صغار وكبار، تنصيفطوهم في الله. هانتي ضروري من التعطال، خصوص في هاد تيكون النهار قصير، ما تندركوش الوقت، ما تندركوش الوقت، واخا نزيرو حتى نعيو ما تندركوش الوقت. حنا دابا تنطالبو غير بنقل وليداتنا، تنصبو اللي غيديهم يمشي يديهم باش وليداتكم يرجعو مأمنين، يرجعو مأمنين. تا هاد الوليدات راه تا هما تنسالكم في دولة. انا ديم عبد الله، كنسكن في حكوش اقليم جامعة سي الطيبي. عندنا وليدات تيقراو هنايا وما كاينش ترونسبور، ما كاينش، ما كيشدوش الوقت، كيغيبو كيرجعو من هنا على الطريق. وعندنا الغابه، عندنا الغابه في الطريق، ما فيهاش، ما كاينش حتى الضوء في الطريق. حنا ولادنا كنشيرو في اوتوبيس في الطريق، كيهزم واحد من الموتور ولا من الطوموبيل كيتعاطف معاه، ما كنعرفوش غيدير المدرسه ولا غيدير خاصو. كاينه بنات كيقراو يقدروا يتكتاتوا في الغابه، كتكون الظلمه بالليل، دابا راك السته كتخرج فيها الليل. وكاينه نقطة ثانية، نقطة مهمة هادي، كي نقطة ثانية بأنك لي دودان في البلايص اللي فيها السكان بالضبط ما كاينش لي دودان كاع. واحد كيخرج اللي بغى يدرب شي طوموبيل كيجي تمايا كيورك عليها، كيدير الفيتاس تمايا كيمشي بواحد السرعة باهظة. بلايك ما كاينش، ولي دودان هو اللي مهم في هاد النقطة هادي، ما كاينش نهائيا. أو هاد لاليين هذا داروا هاد الطريق جديدة وداروا لي دودان في الأخر، وداروا لي دودان في الديبار، الديبار والأخر يعني ما نافع بوالو اصلا. هو ملي قرب يكمل الطريق غادي يشور، غادي في الوسط ما كيشورش. اللي بغى يسيي شي طوموبيل ولا شي موطور كيجيبوا له الطريق هذي. ولادنا حنا راهم في الريسك، راه ولادنا حنايا كيقراو، كاين اللي كيقرا في التحضيري ابتدائي مثلا، راه ما عندوش رشد ديال الطريق، ولا كلشي غيدخلوا ليه يخرج، يقدر يمشي بالطريق.